يا صباح الخير عن جديد لكم مشاهدينا. وهلا وصلنا لاول فقراتنا لليوم. تمرض النفس كما يمرض الجسد، وبتكون دائما العقوبه هو الالم. طبعا كثير من الاشخاص بيعانوا من اعراض غريبه ممكن تسبب لهم كثير من المشاكل، لكن بعد اجراء الفحوصات الاستقصاءات بيتبين انه ما في مرض عضوي مثبت، لكن كثير منا ممكن يعاني من صداع يا رشا، يمكن تشنجات بالمعده، بنقول نحن تضايقنا، صار عندنا وجع راس، صار عندنا وجع بالمعده، يمكن صار ارتفاع بالضغط او هبوط بالضغط عند بعض الاشخاص، لكن ما في يمكن شيء مثبت لهذا الشيء، او فينا نقول انه هذا صار مرض مثبت، لكن يمكن اكثره نفسي. اكيد ليلى، مثل ما قلت اليوم النفس يعني يمكن هي كل الحالات اللي بنمرق فيها ممكن يكون معظمها منشأة نفسية. كثير مننا بنروح بنزور اطباء وبننتقل من طبيب الى اخر بشكاوي جدا عديده، يمكن بعد ما يصير تحليلات يمكن نروح لاجراء صور، اخر شيء بيتبين انه اليوم الشكوى غير جسديه، واليوم بيروح الطبيب باتجاه الشق النفسي، ومعظم الامراض اللي نحن نعاني منها عم يكون للأسف منشأة نفسي، وخاصة ضمن الظروف اللي عم نعيشها لليوم. رح نروح لنضوي على أهم الأمراض اللي عم يكون منشأة نفسي، تأثيرها على أجسامنا، أنواعها، وكيف طريقة العلاج، وكيف نحن قادرين اليوم نحدد إذا كان منشأ نفسي أو هو عضو جسدي عم نشتكي منه. وأكيد ضيفنا لليوم هو الدكتور زياد غانم، اختصاصي بالأمراض الداخلية. يسعد صباحك دكتور، وأهلا وسهلا فيك. سعد صباحك دكتور. صباح اخوي المشاهدين والاخباريه السوريه، شكرا لكم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك دكتور. طبعا مثل يمكن ما ذكرنا بالمقدمه، دائما كلنا بتصير عندنا هي الحالات انه نحن بنشكي من شيء لكن ما بنعرف فعلا شو هو السبب الاساسي. خلينا بالبدايه نعرف شو هي الامراض الجسديه اللي منشأة نفسي. تمام. اليوم لما بتتراكم الشده النفسيه لفتره طويله بتصير بتعطي أعراض جسدية، بتتظاهر على شكل مثل كأنها أمراض عضوية، ولكن بالحقيقة هي أمراض من منشأ عصبي ونفسي. هاي الأمراض أول شيء نبلش مشوارنا مع المريض بالقصة، في شغلة عندنا اسمها القصة المرضية. نسمع المريض، نعمل الفحص السريري، فحص العلامات الحيوية، ممكن نطلب استقصاءات وصور وتحاليل. لما بنشوف انه ما في شيء عضوي، نعم، نتوجه نحو القصه المرضيه من منشأ نفسي وعصبي. بنسأل المريض اسئله محدده، طبعا في عندنا علامات كبرى وعلامات صغرى وامراض. يا دكتور بالكامل رح خبركم اياها اكيد، وهي مصنفه عالميا، يعني منظمه الصحه العالميه 60 مرض تقريبا. نعم. هاي الامراض اللي هي بنسأل المريض عن مزاجه، عن شغفه بالحياه، عن الطاقة، انه كيف بتحس هيك بانه نشيط ولا بتحس دوما انه في قلة حيل فيه. هذا الشيء بيوجهنا، بتنسى، متردد، بتنام منيح، بتاكل منيح. علامات ثانية كمان اكثر هيك خصوصية، كل مريض على حدة وكل مريض كل حالة. اخر شيء متوجه نحو المسألة اللي لها علاقة بالجانب النفسي والعصبي. هون منبلش بالمعالجة على هالأساس هذا، وبيكون المعالجة يعني حسب الحالة. طيب دكتور، اليوم يعني بهدول خلينا نقول جزء من التشخيص الطبي، حضرتك بتقعد مع المريض وبتبلش هدول الأسئلة، وقت اللي بتشعر انه اليوم هذا الشخص عنده، بعد ما ذكر يعني من خلال اجابتك على ما يبدو في تراكمات في كبت عند هذا الشخص ادى لحدوث منشأ نفسي اثر على جسده، اليوم كيف تشخيصيا ايضا يعني بتحاول تتوسع معه يعني لتقدر تصل لانه تثبت اليوم انه هذا المنشأ عصبي وليس جسدي؟ بالضبط. اليوم اذا بدك بذكر حاله سريريه، مثلا انا اذكر حاله عجوز اجت بشكايه مفاصل وصداع فحصتها فحص كامل، الامور تمام، كل علاماتها تمام. اخر شيء عم بسالها يا ماما خير شو عم بيصير معي؟
قالت لي فاجأتني. نعم. قالت لي يا ظريف الطول شور علي شور، راسي عم يوجعني وصايبني فاكور. أيوة. فصارت القصة واضحة. قلت لها كيف مزاجك؟ قالت لي والله تعبانة كثير، بضل هيك زعلاني. كيف هيك عم تنبسطي بنشاطات اليومية؟ لا. شو عم بيصير معك؟ قالت لي والله كنت متعبتني وابني معذبني، وبينت القصة. فكتبنا لها على مهدئ آمن ومسكن لطيف للقصة. بتغيب وبترجع بعد اسبوع بتقلي انه تمام، راجعه من فرجي اساريره واموره تمام. هي احد الحالات اللي شفناها اللي هي تمام. قلنا لها يا ماما كيف، خبريني. قالت لي والله الدواء تمام الحمد لله. كيف اخذتي الدواء؟ قالت لي والله اخذت الورقه حطيتها بابري مي وحطيت عليها مي وصرت كل يوم اشرب كاسه. نعم. صارت كل يوم تشرب كاسه من المي الورقه. ما اخذت الدواء وتحسنت. ليش؟ لأني أنا تجاوبت معها وساعدتها وسمعتها وكتير عطيتها شوية مفاتيح وشوية أفكار لتطلع من الحالة. فهون أنا بدي أقول شيء، أنه أحياناً ممكن نعالج المريض بالكلمة أو كاسة المي، لأنه القصة بتكون من منشأ نفسي وعصبي، بس بدنا حدا يسمعنا. طيب دكتور، خلينا نروح هيك ونتوسع أكثر في أمراض مثل القولون العصبي، مثل الصداع المستمر، يمكن هدول كمان أكثر منشأهم هو نفسي. اليوم كيف يتم علاج هالأمراض، وهل في لهم علاج فعلا جذري؟ أنا رح خبرك أكثر. اليوم مثل ما قلنا، لما بتراكم الشدة النفسية مثل ما قلتي بتهيج الكولون، بيصير في عندي قرقرة وغازات بالبطن ومغص، حتى بيصير عندي صداع توتري، بيصير عندي حتى شقيقة، بيصير عندي طنين بالإذن، رجفان بالقلب، ارتفاع بالضغط. أحيانا إذا تراكمت الشدة النفسية لفترة طويلة ممكن يصير ارتفاع بالسكر أيضا. ممكن يصير توعك مفصلي، ممكن يصير حكة، ممكن يصير أرق. كل هالأمور هي بتصير. الكولون العصبي إذا بدي بيصير عندي بتحسي إنه في شيء عم يتحرك بالبطن، ونفحص بالإيكو، نعمل تنظير، نعمل تحاليل، ما بيطلع شيء. إذا القصة آخر شيء بس نسأل عن المزاج، بيطلع المريض عصابي، يعني كتير هو عاطفي وعم يحمل الأمور زيادة، فآخر شيء بتتطور الحكايات وبتصير الكولون العصبي. في له علاج نوعي، علاجات مهدئة خاصة بالكولون العصبي مع مضادات تشنج مع برمجة إذا بدك. يعني إحنا اليوم مو بس نعطي المريض دواء ونقول له روح يلا. اليوم للأسف المريض ما نو غسالي او براد بيفوت لعنا منفك برغي ومنشد قشاطه ومنقول له روح. لا، مريض كيمياء انساني، بدنا نسمع له، بدنا نشوف شو عم يحس، شو عم يعاني. فممكن نحن كل مريض كيف على حسب فهمه ومستوى وعيه ومخاطبه بنعطيه شويه مفاتيح نخليه يكرش بحياته ويرتاح من خلال السيطره على العقل. العقل آلة جباره مثل اي آلة جباره. في عندنا خيارين، يا أنا العقل بده يقودني وضل مكركبني، يا أما أنا بدي أقوده وأخده باتجاه سلامي ومصالحي. فنحن مهارة قيادة العقل اسمها هي، منعلم المريض كيف يقود عقله بحسب وعيه، وبعدين بيطلع من الحالة بشكل طبيعي مع العلاج الدوائي ومع العلاج السلوكي المعرفي. اليوم خلينا نقول نسبة 90% دكتور عندهم كولون عصبي. صحيح. يعني بسبب إن كان ضغط العمل، الظروف الاقتصادية، ظروف الحياة بشكل عام، يعني أول كلمة بتخانق وبيقول لك نفخت لي كولوني. صحيح. يعني هل اليوم في شفاء كامل لهي الحالة؟ بالتأكيد. وأحياناً يعني في بعض الحالات ممكن تتشابه الأعراض ما بين الأعراض القلبية والكولون العصبي. صحيح صحيح. هلأ اليوم إذا بدك بموضوع الشفاء، الشفاء يكون هي المعاناة الكولون وخصوصا عند الناس العاطفيين هي مسألة معاودة بحسب التعرض للرد النفسي والضغوط النفسية. فبيتعود المريض مع الزمن بس يطلب استشارة باكرة ويتعود هيك انه التشخيص هو كولون عصبي وليس شيء آخر. لأنه اليوم عندنا بالطب شغلة اسمها دفتر البراهين إذا بدي. أنا لما بفحص المريض قلبياً ووعائياً وبفحص العلامات الحيوية وبشوف التحاليل وبشوف كل الفحوص وبشوفها طبيعية، صار عندي دفتر اسمه دفتر البراهين. بس المريض فكر أنه حالني شيء، لا بيطلع هيك أنه أنا لا عندي كل الأمور تمام. فمنجي هلأ على موضوع الشفاء. موضوع الشفاء هذا موضوع بده تدريب وبرمجة. يعني أنا اليوم المريض بخبره كيف لازم يعمل لما يصير في عنده موقف معين. أنا لما بيجيني رد نفسي أو بيجيني شدة نفسية بيكون العقل عم يشتغل بأقصى طاقة وبطريقة اسمها العصف الذهني. طيب يا أخي أنا العقل هو لازم يكون كأقرب وأحن صديق لإلي، بتعامل معه أنا وبحبه وبخبره الشغلات اللي بدي إياها عقلي.
بهالحالات بيكون عدو عند بعض الأشخاص. هاي الفكرة للأسف السبب التربية المتناقضة اللي تقليدية، إنه أنا التربية كانت أهزم نفسك، أقهر نفسك، انتصر على نفسك. يا أخي من خبرك إنه نفسي عدو لألي؟ نفسي هي أقرب وأحن صديق لألي، ولازم يكون أنا كتير طيب معها وحن عليها وسامحها وأعمل لها كل شيء بيسعدها ودللها بما يرضي الله. طبعا هالموضوع هاد كل ما كان متوافق، كل ما كان شخص منسجم مع ذاته، كل ما طلع من الحالي أكثر. الموضوع بالتدريب، العقل مثل الحقل، شو بتزرعي فيه رح يطلع لك. يعني أنا إذا بلشت أخبر حالي أخبار كويسة، عقلي بحالة الهجمة مثل هالهجمات، هاي الكولون العصبي بيكون عم يشتغل بالعصف الذهني. فيا خي بدك تشتغل، طيب تعا اشتغل معي، خلينا نشتغل سوا، نطلع هيك ونروح باتجاه السلام وليس باتجاه المشاكل والمعاناة والتأزم أكثر. اليوم ممكن أنا إذا صار معي القصة هاي طاقة، بالنهاية الشدة النفسية طاقة، يا أما بدها تفجر فيني وتعمل لي توعك مفصلي وتشنج كولون واو وصداع، يا أما أنا بدي أفجرها بتنفيذ الأعمال المؤجلة، بممارسة هواية معينة، بالرياضة، بالشعر. ربما أنا أحيانا بصير معي لما هيك بعصب بروح بكتب كيف بكتب شعر، وأحيانا بلحنه بيطلع معي شغلة. فنحن بدل ما كنت أنا رايح بدي أعمل مشكلة لحالي وللوسط المحيط وأتأزم، طلعت بباب إنجاز. فالإنجاز شو بيعمل؟ بيحرض إفراز هرمون الدوبامين اللي هو هرمون الإنجاز أو الإبداع أو التفاؤل، خلينا نسميه. بحاول أتمشى، المشي بيحرض إفراز هرمون السيروتونين اللي هو هرمون سعادة. التعرض للشمس بأوقات اللي بتكون فيها الشمس لطيفة كمان بيحرض إفراز هرمون السعادة اللي هو السيروتونين. فممكن كتير أعلم المريض على ممارسات بسيطة أو أنماط حياة بسيطة طالعة من الحالة، بالإضافة للأدوية اللي ممكن أعطيها حبة عند اللزوم. خلينا نقول في ناس بتخاف من الأدوية النفسية، بتقلك أنه أنا ما بدي أتعود، ما بدي جسمي، أو شو مفكرني مجنون. لا يا خي مالك مجنون، بس يعني معلش حبة عند اللزوم مشان ما تعاني يعني، بس هاي القصة. فبصير حبي عند اللزوم. هي مشكلة ثقافة وعي دكتور بهاي القصة. هي وصمة يعني. العار اسمها إذا بدك، إنه نحن عنا هون لسا للأسف في بعض الحالات، ولكن أنا عم بتفائل كتير إنه عم شوف كتير حالات الحمد لله عم تجاوب، إنه باخد أي شيء بس بدي طيب. لسا ما بقى يتحمل يعني، مضطر بقى خلص بفجر. بالضبط. طيب دكتور، لأي مرحلة ممكن الشخص ممكن ياخد الأدوية النفسية مثل ما عم تذكر حضرتك؟ ممكن هذا الشيء يمتد معه لسنوات، حتى لو أخذ هذا الشيء لسنوات ممكن يتعود جسمه عليه ما يقدر يترك هاي الأدوية؟ هذا الكلام كان صحيح قبل ثورة العلاج المعرفي السلوكي. اليوم العلاج المعرفي السلوكي عمل فرق كبير. كان يفوت المريض لعند الطبيب بس يسمعه أنه عم يعاني، يكتب له المهدئ ويقول له روح، يضلع المهدئ. بطل المهدئ احيانا يعند، في شغله عندنا اسمها التعنيد. يعني انا مثلا باخذ المهدئ شهرين ثلاثه سته، اخر شيء بدي بيصير عندي تعود، بتعود الجسم على هاي الماده، بيأثر فيني، بصير بدي اكثر او بدي جرعه اكثر او بدي مهدئ اكبر. بينما العلاج السلوكي المعرفي اليوم لما بقعد مع المريض وهيك بحاول انا وياه رتب الافكار، بحاول انا وياه يعني يكون حالي واحدة، اطلع انا وياه بافكار لها علاقه بالخلاص من الحاله اللي هو فيها، بطريقه انماط تفكير جديده، مفاتيح جديده اعطيه اياها، يطلع من الحاله، بيصير بقى لحاله بيخاطب حاله بطريقه ملائمه وبيطلع من الحاله بدون ادويه او بالحد الادنى من الادويه او حبه عند اللزوم احيانا. القصة بدها إرادة دكتور، وأبا كمان تتبع حسب شخصية الشخص. اليوم كلنا معرضين للصدمات، لحالات كتير تمر بحياتنا نحتاج للجوء، القصة ما نعيب أبدا. دكتور بموضوع الكولون العصبي، في بعض خلينا نقول الأخطاء اللي ممكن يعملها الشخص اللي بيعاني من هاي القصة، ممكن ياخد أدوية ما لازم ياخدها بدون استشارة طبية أو يروح لأعشاب. شو من أهم الأخطاء الشائعة بهذا الموضوع؟ الاستشارات اللي ممكن يقدموها المرضى لبعضهم، بيقول له انا رحت يعني لعند دكتور وعطاني كذا، خذ الدواء. وصارت القصه مره هيك، اجاني مريض عصابي عطيته دواء كان خاص بحاله معينه اكثر من الكولون العصبي، فاخوه مختلف هو وزوجته قال له خذ من هالدواء والله كويس. راح اخذ دواء ضل نايم ثلاث ايام. هالدواء ما بينعطى بهالطريقه هي، انه انا والله اخذ دواء بيزبط، الدواء اللي بيزبط معك ما بيزبط لحدا، حالتك غير حالتك. صحيح. الموضوع هذا في عنا كل حاله بتتشخص على حدا، شدتها، درجتها، المريض شو وضعه، شو السوابق، شو الحاله الصحيه اللي عنده، كل حدا بده دواء. بيكون في مرض عند الشخص. فالاستشارات اللي بيقدموها المرضى لبعضهم، او احيانا بيفوتوا على جوجل وبيفوت انه
الطبيب بيصير طبيب. ماذا أخذ؟ يعني الطبيب بيصير طبيب بعشر سنين دراسة، وأنا طبيب ممارس هلا صار لي 20 سنة. هيك منصير أطباء، وبشوف حالات كتير وبضل عم تابع. ونحن لما تخرجنا من كلية الطب أساتذتنا قالوا لنا نص المعلومات اللي درستوها صارت غلط، نحن متخرجين جديد كنا. بيجي حدا هيك بفوت على يوتيوب أو على جوجل بده يشوف استشارة أو بده ياخد، فبيضيع بيضيع، أو بياخد خلطات من جماعة العطارين أو القصص اللي بتكون ما أنا مزبوطة أبدا. هاي القصص كمان بياخد لي خلطة، يا بتعمل له انسمام، يا بتعمل له إسهال، يا بتعمل له قصة تانية مالي فيها، أو حسب طبيعة الجسم كمان دكتور. يفضل دوما الاستشارة الباكرة. نحن فاتحين مجال لكل المرضى من خلال علاقاتنا الطيبة فيهم. المريض بالاخير هو اخ وصديق ويعني واب وليس زبون، بالتالي نحن فاتحين التليفون لما بدك شيء وما فيك تجي، بس تليفون حاكيني وقول لي 1 2 3 بقول لك اعمل هيك لكون شفتك. تمام، ما باخذ لحالي، ما بعمل استشارات كيف ما كان، ما بجي بالبيت بعمل هيك خلطات وقصص بضيع حالي. هالقصص هي صعبه. كمون بيروحوا للكمون فورا قال انه المشكله اليوم بالعلاجات بالعلاجات استاذي رشا، العلاجات المنزلية بتكون فيها مواد دوائية، يا أما بتاخدي جرعة أكبر فبتنضري أو بتاخدي جرعة أقل وما بتستفيدي. وبالتالي لا، حتى الكمون صار موجود اليوم بالصيدلية كدواء، موجود بجرعة علاجية. طب اليوم دكتور باعتبار أشياء يعني المشاكل النفسية، القولون العصبي، وذكرت من شوي حضرتك أنه ممكن أنه يشفى أنه هو يكون علاجه نفسي، لكن قديش هذا بده يكون فيه إرادة؟ يعني من أحد الحالات اللي هي أنا دائما بس تصير معي هي الحالة مستمرة إلى معي سنوات، وقت اللي بتشتد الحالة فبروح لعند الطبيب بيعطيني حمية أول شيء، حمية عن الطعام عن أطعمة معينة، لكن أحيانا أنا بأكل هدول الشغلات بس ما بتأثر. أنا وكثير من الأشخاص ما بتأثر على القولون، أحيانا في بالحالات العادية ممكن أنه نتأثر من نوع من الأطعمة. بالضبط، في عصب اسمه العصب الحائر بينزل من الدماغ على القلب وعلى المعدة وعلى الكولون. بحالات الشدة ببلش يعطي إشارات، فبيبلش القلب يرجف، ببلش المعدة تشنج، بيصير تهيج كولون المعدة، منشأ عصبي، بيصير عصاب صدري. بهاي الحالة لما باكل أي شيء أو لما بتعرض للبرد شيء مخرش وشيء هيك ممكن يتهيج الكولون، لأنه صار في عندي عامل إضافي. يعني صار في تنبيهات عصبية مع العوامل الإضافية اشتركت وعملت كتير عرض شديد. خلينا نقول فأنا لما بشوف حالي معصب بحاول أنه بعد عن الشغلات اللي ممكن تعمل هالعرض اللي بحس بحالي. كل واحد هيك طبيب نفسه، بدي أشوف الطريقة اللي بدي خاطب حالي فيها. اليوم أنا بحاول إذا ما لقيت حدا يطبطب علي بقول له معلش يلا بسيطة هيك، بحاول قضينا دكتور كلنا عم نقول معلش معلش. مو دائما بيقدر الواحد دكتور. هلا هالموضوع هذا بدنا نحاول قد ما فينا إنه نكون بحالة انسجام كامل مع الذات، ونضبط المزاج مثل ما بنضبط صوت الراديو أو صوت المسجل. بدي احاول اضبط مزاجي عليه واعمله هيك وعدله مثل ما بدي. هالموضوع بالتدريب بيصير من خلال انا دوما لما انا بصير معي موقف يكفي اليوم اني اعمل ابتسامه مصطنع، بعمل هيك فعقلي بياخذ اشاره انه انا منيح، انا مبتسم مباشره. لا نحن بنعصب وهيك بنقطب حواجبنا ونبلش ناخذ مع الحاله وننسم بزياده. لا، بدي احاول قد ما فيني انه ابتسم وفكر انه شو في فكره هيك منعشه او هيك باعثه او حافزه تاخذني من بطلع من الجو فورا. بدرب حالي دوما انه كافئ حالي كافئ حالي فورا، بروح هيك انه معلش طول بالك يا ابو الشباب تعال خذ كذا. اي بعمل مثلا باكل هو الانسان طبيب نفسه بالنهايه دكتور، فهالموضوع كثير بيساعدنا. لا ما بروح بعمل تراجيديا وبسمع اغاني هيك حزينه وبقعد جوا وبزيد حالي على حالي، لا بطلع فورا بحاول انه اطلع. طيب دكتور كونه ذكرنا الاطعمه، وللامانه بنشوف ناس كثير بتقول لك انا الاكله الفلانيه بتزعجني وانا عندي كولون عصبي، خلينا نذكر بعض الاطعمه اللي ممكن تساعد او تؤدي لتهيج الكولون العصبي كرمال الناس تبعد عنا، بس لا تقول ملوخيه. لا الملوخيه طيبه، الملوخيه فيها هيك ماده منعشه بيقولوا بتنفخ بتهيج الكولون. ما بتعمل شيء، بس في شغله كثير مهمه بدي اذكرها انا هون بالصدفه، يعني هلا تزامنت مع القصه اللي هي اليوم انا لما باكل اكلات احيانا في شغله اليوم اسمها جرثومه المعده. جرثومه المعده هيليكوباكتر بيلوري موجوده عند 80% من الناس. هاي الجرثومه بتجي باكلات المطاعم اكثر شيء، بالاكلات الجاهزه. فأنا بيجي
بيصير عندي شغله اسمها فرط نمو جرثومي بالمعده والامعاء، بصير الجراثيم تاكل اكلاتنا وتطلق غازات ببطننا، وبيجي الكولون العصبي بيختلطوا مع بعضهم بيصيروا شو بيعملوا الحاله الشديده جدا جدا. فمن الوقت لوقت يفضل اخذ مطهر معوي مثل الفلاجيل مثلا، باخذ لي حبه برجع هيك برجع الفلورا المعويه الجراثيم المعويه للمستويات الطبيعيه. هالموضوع كثير مهم. بموضوع الاكلات، الاكلات كثير بيقول لك في ناس بتقول لك البصل، ناس بتقول لك المخلل، ناس بتقول لك القهوه مثلا، الحمص البقول بشكل عام، الاكلات هيك اللي فيها بهارات، هالقصص هي اللي ممكن تهيج الكولون كثير كثير. بالتالي انا بحاول انه اتفاهم انا والكولون تبعي، اقول له يا حبيبي شو بدك؟ تعا بناخذ حبه فلاجيل ومنروي ونطلع هيك وبناكل، بيقول لي ايه خلص بيمشي الحال. الراحه النفسيه اهم شيء مثل ما ذكرت الدكتور. هي اسمها شو ضبط المزاج بشكل إرادي. بدي حاول أنا أنه أنا ما أدور على حدا أنه يكون، لأنه الشكايات اليوم بتروحي تشتكي لحدا بيقلك يا لطيف والله فلان كذا وصار معه سرطان، أو فلان والله هي بجوز جلطة، بتكون يعني بفاقم المشكلة. هو الوهم تماما، ليست للصالونات وليست للاستهلاك. صحيح. مع أصدقاء لأهل الاختصاص دكتور علم سنوات طويلة يعني. تماما دكتور، اكيد بدنا نتمنى السلامه النفسيه والجسديه للجميع، وبقيه نهار حلو لك دكتور، وشكرا على المعلومات اللي قدمت لنا. شكرا لكم للاخباريه السوريه، للاخوه المشاهدين، بشكركم الله يعطيكم. شكرا العقل. حكيم ذكرتنا بمقوله لزياد الرحباني بيقول فيها بدنا نحاول ما نعصب اليوم، حاولوا. شكرا حكيم. شكرا لكم.